يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناة ديالكم على سرايس بلوكس. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله. اول حاجة غادي نقول لكم كنعتذر بزاف الاخوان حيت تعطلت عليكم في نشر الفيديوهات في اليوتيوب. الحكم بالله كاين العمل وشي شي اغراض اخرى منزلية، داكشي علاش ما بقيتش كنحاول ننشر الفيديوهات، ولكن كنوعدكم بالله نقدر نبقى نحط جوج فيديوهات في السيمانة. الناس اللي كيسولوني بزاف على الربح المال من الامازون ولا من الاي باي ولا من شوبيفاي، غادي نحاول ان شاء الله بحول الله غادي نتلاقى بالاخوان اللي كان عندهم معلومات كثيره جدا في هذا الدومين هذا، وغادي نقدروا نحاولوا نديروا شي بحال اللي قلتي شي فيديو مجموعين، كل واحد يعطي معلومات حتى نصايبوا لكم فيديو كامل فيديو كامل، وغادي نحاول ننشره في اليوتيوب باش تستافدوا منه. اما في هذا الفيديو الاخوان باش ما نطولش عليكم بزاف، قريتوا في العنوان هذا الموقع هذا اللي هو موقع اختصار الروابط، تقدر تسحب منه المال قبل ما تخدم في الموقع. هذه هي الخاصيه الجميله جدا في هذا الموقع هذا. الا كنتوا بغيتوا تعرفوا التفاصيل على كيفاش تخدموا في هذا الموقع غادي تبقاو معايا في الشرح ديالي. شكرا لكم. اول حاجه الاخوان اللي كيبان لكم بالله، اول حاجه الا بغيتوا تنخرطوا في هذا الموقع هذا غادي نخلي لكم الرابط لتحت في الديسكريبشن لينك ولا الخانه ديال الوصف، ولا غادي تكليكي على catlink.link غادي يجيبكم لهذه الصفحه اللي كتبان لكم الان. اول حاجه شنو غادي غنديروا غادي نحاولوا نديروا حساب في الموقع. مثلا غادي دير هنا اليوزر نيم ديالك او كلمه كلمة المستخدم ديالك، غادي دير الايميل ديالك او البريد الالكتروني ديالك، غادي تحاول هنايا غادي دير البريد الالكتروني، هنا غادي دير المود باس، وهنا غادي دير اتعاود المود باس مرة اخرى، وغادي تكليك على هاد الزر اللي هنايا وغادي دير ريجيستر، وغيكون عندك حساب في هذا الموقع هذا. بحكم ان عندي ديجا انا حساب في هذا الموقع هذا، غادي فقط نحاول ندير لوغين ولا تسجيل في الموقع ولا كما تشوفوا الاخوان، غادي نحاول نديرو فقط لوغين كما تشوفوا. هذا هو الموقع ديالي، غندير ريمبر باش يعقل عليه الموقع. كما تشوفوا هذا هو الواجهه ديال الموقع اللي هي بسيطه جدا، فقط بغيتكم تحاولوا تركزوا معايا في الشروط اللي كيعطي هذا الموقع هذا حتى تفهموا الشرح مزيان. كما تشوفوا الاخوان الشرط الاول هو اشهارات. اشارات الاخوان في هذا الموقع هذا ما كينباطقوش كما المواقع الاخرى ديال اختصار الروابط. كما تتعرفوا الاخوان من كنديروا شورت لشي لينك ولا شي اختصار رابط لشي لينك، اي ان فوا شي واحد تيكليك على داك اللينك تيطلعوا له اشارات بزاف وكيصدعوا بزاف الزوار ولا اللي باغي يزور داك اللينك اللي كنعطيوه. هذا الموقع هذا ما كيبانوش فيه الاشارات، امن جدا. كدير اختصار روابط اللينك ديالك وتعطيه للزوار ديالك ولا المشاهدين ديالك، يقدروا يدخلوا عبر داك اللينك وما غاديش يطلعوا لهم الاشارات، ومن بعد يمكن لك مازال انت تربح فلوس. كما تشوفوا الاخوان وكاينين مسابقات اخرى في هذا الموقع اللي كينظم، كما تشوفوا كل فتره كينظم مسابقات. كما تشوفوا هي واحد المسابقه ديال 2020 اللي كتبان لكم هنايا حتى 16 مارس، ابتداء من التاريخ المذكور اعلاه العضو الاول الذي يقوم بطلب سحب سيفوز ب5 دولارات دفع له مع ارباحه. مثلا اذا كنتي سحبتي كانت عندك 5 دولار وباغي تسحبها، الموقع كيزيدك 5 دولار اخرى اللي هي 10 دولارات. اما هنايا فقط 6 الفائزين الاولين، اما هنايا كما تشوفوا الاعضاء الخمسه الباقون الخمسه الناس اللي بقاو غادي يربحوا فقط 2 دولار من بعد سحب الاموال ديالهم. مثلا كانت عندك 5 دولار غادي تربح غادي يعطيك الموقع 7 دولار. المهم الاخوان بغيتكم تحاولوا تشتركوا في هذا الموقع هذا، ما حد مازال كاين هذا مازال كاين هذا العرض هذا ديال هذا الموقع. المهم الاخوان غادي نحاول نديروا الداشبورد، غادي نشوفوا لهنايا الموقع يدفع الارباح يوميا، ما كاينش تسنى 3 ايام 4 ايام 5 ايام، تقدر على حساب الموقع. كاينين غادي نقراو في من نهبطوا لهنايا، مثلا الى دخلنا للرابط ديال الاحاله غادي تلقى بلا تعطي الموقع 3 ايام. مهم غادي نحاول نشوفوا بعدا اللي هو مهم، ان الموقع كما شفتوا في العنوان بالله كيمد لك الموقع بالمال قبل ما تخدم في الموقع. مثلا اذا كنتي تجيب 200 زياره يوميا للموقع لهذا الموقع، كانت عندك مدونه ولا موقع ولا كان عندك قناه في اليوتيوب، وتقدر تجيب 2000 زائر للموقع ماشي 2000 زائر اليوتيوب او الرابط اليوتيوب ديالك ولا المدونه ديالك، تقدر تجيب الا كنتي تقدر تجيب 2000 زائر يوميا للموقع، الموقع كيعطيك فلوس قبل ما تخدم في الموقع. هذه هي اللي بغيتكم تركزوا عليها وتقراوها مزيان الاخوان.
الا كنتو بغيتو الا كانت عندكم تقدروا تجيبوا 2000 زائر او زياره للموقع، حاولوا تواصلوا مع الموقع باش تعطيهم الاثبات بانك تقدر تجيب 2000 زياره لهذا الموقع هذا. من بعد الموقع كيخلصك قبل ما تخدم فيه. هذه هي الخاصيه اللي هي رائعه جدا اللي بغيتكم تستافدوا منها الاخوان. مثلا الا كنتي بغيتي تحاول دير رابط الاحاله اللي مثلا الا كوبيت هذا الرابط الاحاله تقدر تربح فلوس من دوك الناس، ولا دوك الناس اللي غادي تجيب للموقع تقدر تربح منهم عموله ديال 10% من الارباح ديالهم اللي تعطيك الموقع 10% من الارباح ديالهم. كما تشوفوا الاخوان هنايا مثلا كنتي بغيتي مثلا بغيتي تكوبي اللينك ولا تختصر الرابط، ما غاديش تلقاها هنايا، غادي تلقاها هنايا سهله جدا. غادي تحاول تكليكي على هذا الزر هذا، غادي دير اي لينك بغيتي تختصر الرابط ديالو. مثلا كنتي بغيتي تختصر مثلا بغينا نختصروا youtube.com، مثلا بغينا نختصروا youtube.com، غدير شورت اللينك تختصر اللينك، غدير كابي وغادي تحطو في الجروب ولا تحطو في داك التارجت ولا داك البلاصه ولا البلاتفورم اللي بغيتي تنشر فيها اللين، ولا تقدر تعطيه للزوار ديال كانت عندك قناه في اليوتيوب يمكن لك تقول لهم بالله راه الدرس تتمه ديال الدرس ولا شي حاجه بحال هكايا، ها هو في هذا اللينك هذا. الناس اللي غادي يدخلوا ما غاديش يبانوا لهم الاشارات كاع، هذه هي احسن حاجه. وغادي تقدر انت تربح الفلوس من الرابط اللي نشرتي مع الاصدقاء ديالك. مثلا الا كنتي بغيتي تشوفوا البيمنت الاخوان ولا شحال كيخلص الموقع لكل زياره، هذا الموقع هذا غادي تدخل بيمنت بروف كما تشوفوا هنايا. مثلا هنايا الناس اللي سحبوا الاموال من هذا الموقع هذا كما تشوفوا، هذا اليوزر نيم ولا الاسم المستخدم 3 في 19، سحب $5 $8 $5، هذا هو البيمنت بروف. كما تشوف هنايا بابليشر ريت شحال يقدر الموقع يعطيك، كما تشوفوا هنايا $5 في الحاسوب $5 في الموبايل. غادي تكتشفوا بلا الموقع كيخلص شويه نازل على المواقع الاخرى، الا ان هذا الموقع الخاصيه ديالو الرائعه هي انه ما كيطلعش الاشارات باش ما يزعجش الزوار ديالك. هذه هي الخاصيه اللي هي رائعه جدا. والثانيه هو ان الموقع فيه مسابقات رائعه جدا. وثالث حاجه ان الموقع يمكن لك الا اعطيتيه الاثبات بانك غادي تجيب 2000 زائر ولا 2000 زياره للموقع، الموقع يقدر يعطيك يمد لك بالبيمنت ديالك ولا الدفعات ديالك قبل العمل. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. الا كنتو بغيتو مثلا بغيتو تحاولوا تخدموا في الموقع، غنخلي لكم اللينك لتحت في الديسكريبشن لينك. حاولوا ديروا اختصار الروابط ديالكم، كاينين دي جروب، عندي جروبات فيسبوك يمكن لكم تنشروا الروابط ديالكم تمايا. كانت عندكم مدونه او لا قناه في اليوتيوب، مثلا قناه في اليوتيوب، حاول تختصر الرابط لشي موقع كنتي بغيتيه تعطيه للزوار ديالك وتحطوه لتحت وهو امن، ما غاديش يخرجوا لهم دوك الاشارات اللي تتزعج بزاف، فقط على الضغط على هذا الزر هذا. ودير اي رابط بغيتي، مثلا اي رابط تدير الشورتن ولا هو التصغير للرابط، تدير كابي وتحطه في المكان اللي بغيتي. اللي بغيت نقول لكم الاخوان، عافاكم الناس اللي غيتسجلوا في هذا الموقع هذا، حاولوا تقراو مزيان الموقع، حيت كاينين مسابقات اللي هي غادي تعجبكم بزاف. انا عندي ضيق الوقت ما غاديش نقدر نشرح الموقع بالتفاصيل بزاف، اما هو الضروري جدا هو ان الموقع كيمدك بالدفعات يوميه، يقدر يعطيك فلوس قبل ما تخدم في الموقع، فقط تقوم باثبات بانك تقدر تجيب 2000 زائر. الطريقه الثانيه ولا الخاصيه الثانيه اللي غتستافدوا منها انه الموقع الا جبتي $5 كيعطيك $5 اخرى للفائزين اللي هنايا في هذه المده هذه. حاولوا تشتركوا قبل ما يتسالى هذه المده هذه. اما الموقع يدفع يوميا كما كنتي هنايا اللي قلت لك تيجيب 2000 زائر، هنايا كيعطيك $2 ولا $5، وهذا الشيء اللي كاين. وكاين رابط الاحاله الا بغيتي تجيب ناس اخرين، بغيتي دير شرح لهذا الموقع هذا وتعطي للناس رابط الاحاله ديالك، فهو انك فقط تكوبي هذا اللينك هذا وتعطيه للناس، الناس اللي باغيين يدعموني ولا الناس اللي باغيين نربح 10% من الارباح ديالهم، ما راه ما غاديش ناخذها من فلوسهم، الموقع هو اللي كيعطيني هاد 10% بانكم تقيدوا في الرابط الاحاله ديالي اللي هو غادي نخلي لكم في الديسكريبشن لينك ولا الخانه ديال الوصف. نجيكم الصراحه كنتو بغيتو تسجلوا من رابط الاحاله ديالي مرحبا بكم وشكرا لكم بزاف، كنتو ما بغيتوش تسجلوا من رابط الاحاله ديالي فقط حاولوا ديروا كات لينك
.link اللي تتبع لكم هنايا، وغادي تخرج لكم في الموقع او الصفحه الرئيسيه للموقع، الواجهه الرئيسيه للموقع. هادشي اللي بغيت نقول لكم الاخوان. بغيت نقول لكم بالله راه فيديوهات غادي يجيو ان شاء الله على حساب الطلب ديالكم. غادي نحاول نقرا التعليق ديالكم، فقط بغيت منكم فقط الدعم ديالكم، زير لايك. كنتي شفتي هذا الفيديو غادي يعجب شي صديق ديالك، حاول تصيفط له هذا الفيديو، بارطاجيه ولا دير له شير ولا حطوه في فيسبوك ولا في الجروب اللي تتعرف. بهذا الشيء غادي يساعد الاخوان الاخرين. شكرا لكم بزاف، وغادي نحاول ان شاء الله بحول الله ما غاديش نتعطل عليكم. والموضوع الثاني اللي غادي يجي غادي يكون الربح المال حتى هو ان شاء الله بحول الله. شكرا لكم بزاف، السلام عليكم.